إنه الحق إذا ما صارت الحقيقة إن حمل النعش وقد فارقت الخليقة وفوق أكتاف بك ساروا إلى التراب كل وبعد الدفن إذ سيقصد طريقا أين من كان إلى ما قد مضى خليل لم يأت في اللحد ولا للرجعة سبيل دود وما واك به يقتات منك حتما يا وحشة القبر إذا لم تحسنوا الرحيل وقد فارقت أهلا لا بنينا ما ترى ستجيب الملكين أنت تفشي المنكر حين صار القبر في ضيق وضغط الأضلع وما أرضعت في الأضر هناك انتثر غدا يوم النشور غدا هجر القبور إلى أين العبور غدا حشر غدا يوم السؤال يمين أم شمال كتاب أي حال أهل تدر غدا يوم النشور غدا هجر القبور إلى أين العبور غدا حشر غدا يوم السؤال يمين أم شمال كتاب أي حال أهل تدرو أهل تدرو أيها العبد أما تدري أتى يوم الترق حينها يا صاحب الكفيت هنا ساق بساق فاعلم الأمر إلى الدار إلى الله المساق أترى للجنة المسعى وللحور عنق أيا أهل العقول تساموا للقبول لإرضاء الجليل ونيل للجنة
فسيروا فقع المين بتطبيق وفهمين من الباقير حتى تكونوا في أمان. أيا أهل العقول تساموا للقبول لإرضاء الجليل ونيل للجنة. فسيروا وفق علمين بتطبيق وفهمين من الباقير حتى تكونوا في وئة. إمامي باقر العلوم اشفع لنا يا سيدي بالحشر في القيامة سلاما. قلبك الجريح آه رأى في كربلا علامة. إمامي باقر العلوم فعلنا يا سيدي الحشر في القيامة سلام. قلبك الجريح إن رأى في كربلا ما قد بقى علامة. إمامي باقر العلوم فعلنا يا سيدي الحشر في القيامة سلام. قلبك الجريح إن رأى في كربلا ما قد بقى علامة ما قد بقى علامة. إمامي باقر العلوم فعلنا يا سيدي الحشر في القيامة سلاما. قلبك الجريح آه رأى في كربلا ما قد بقى علامة. وسلام للجراح والأضاحي على أرض طفر البلاء. ولعيني ما رأته شاهدته بكت مثل دمع السماء. سلام العين تبكي كالسماء للحسين وعلى الشيب الخضيب وعلى ذاك الجبين. سلام العين تبكي كالسماء للحسين وعلى الشيب الخضيب وعلى ذاك الجبين وعلى ذاك الجبين.